مرحبا، اسمي الدكتور عيسى أبو دية، أنا مدير قسم المناعة في مختبر بايولاب الطبي. بمناسبة اقتراب موسم الحج وتدفق الحجاج إلى مكة المكرمة، بنحب نقدم لكم شوية نصائح طبية في هذا المجال. طبعا هذا الحكي رح نعمله من خلال التحدث عن أهم المشكلات الصحية اللي ممكن نواجهها الحاج خلال فترة الحج، وهي المشكلات تنقسم لأربع أجزاء رئيسية اللي هم الأكثر شيوعا: المشاكل لها علاقة بالجهاز التنفسي، المشاكل لها علاقة بالجهاز الهضمي، المشاكل لها علاقة في الجلد، والمشاكل لها علاقة في العيون. بالنسبة للجهاز التنفسي، أكثر المشكلات اللي ممكن نواجهها الحاج هي موضوع الزكام، الإنفلونزا الموسمية، وأيضا السل. طبعا إذا هناك أي حاج قبل فترة الحج بيعرف أنه عنده سل وهذا السل أكتف أو هو فعال وعم بيعمل أعراض، بنطلب منه أنه يشوف طبيب في أسرع وقت ويتلقى العلاج ويفكر أنه يأجل الحج إلى سنة أخرى، لأنه في هذا الكلام حماية لإخوانه الحجاج الآخرين اللي ممكن ينقلهم العدوى. أما بالنسبة لموضوع الزكام والإنفلونزا الموسمية، فأفضل طريقة للوقاية من مثل هذه المشكلات بتكون في اتباع أساليب النظافة العامة، وأهم شيء غسل الإيدين بالماء والصابون أو أي مادة معقمة، وأيضا طبعا في هذه الحالة تجنب الدخول من مناطق ساخنة لباردة وباردة لساخنة سريعا، وأيضا الاكتفاء بالمصافحة بدلا من التقبيل، ولبس الكمامات في الأماكن المزدحمة. هاي كلها بتساعدنا أنه نوقي نفسنا من هيك مشكلات. طبعا إذا صار الزكام أو صارت الإنفلونزا فلازم نشرب سوائل كتير ونرتاح وناخد خافضات حرارة إذا في حرارة، وأيضا خافضات للألم. نيجي على مشكلات الجهاز الهضمي. أكثر مشكلات بواجهوها الحجاج في موضوع الجهاز الهضمي تتمثل في موضوع الإسهال والإمساك وأيضا القيء والغثيان وموضوع التسمم الغذائي. عشان نحل هاي المشكلات من جذورها ونمنع حدوث التسمم الغذائي وما يليه من مشكلات ممكن تكون زي القيء والغثيان والإسهال، بننصح الحجاج بغسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها، وبطبخ الأكل جيدا برضو، وعدم تناول الأكل النيء، ولما ننقي مكان ناكل منه ننقي الأماكن المعروف عنها في النظافة وفي تقديم الطعام الجيد، والابتعاد برضو عن الحليب ومشتقات الألبان والأجبان تكون غير مبسترة لأنها ممكن تعملنا مشكلات. بالنسبة لموضوع الإمساك لتفادي، بننصح الأخوة الحجاج بتناول كميات كبيرة من الفايبرز أو الألياف والماء. نيجي على الموضوع الثالث وهو الموضوع الجلدي أو مشكلات الجلدية. من شو ممكن يعاني الحاج؟ أحد المشكلات هي طبعا حروق الشمس بسبب التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير. لتفاديها طبعا ننصح بوضع الكريمات الواقية، وأيضا لبس ملابس فضفاضة مريحة تقي الجلد من أشعة الشمس. وأيضا مشكلة عامة جدا بيعانوا منها الحجاج هي التسلخات اللي بتصير ما بين القدمين بسبب الرطوبة والمشي والاحتكاك بين الفخذين، ولتجنب هذه المشكلات ننصح باتباع وسائل النظافة العامة وتجفيف هذه المنطقة، وأيضا وضع البودرة والكريمات والمشي بخطوات واسعة تخفف من الاحتكاك بين الفخذين. مننهي في مشكلات العيون. طبعا من أهم المشكلات ممكن يواجهها الحاج دخول الغبار إلى العيون وأيضا جفاف العيون. لتفادي مثل هاي المشكلات اللي مننصح فيه هو وضع نظارات الشمس الواقية، وما ناخد نظارة واحدة ناخد نظارتين عشان إذا ضاعت واحدة خلال فترة الحج يكون عندنا نظارة بديلة، وأيضا تجنب وضع العدسات اللاصقة اللي بوضع عدسات لاصقة لأنه مع الجفاف ممكن يعملوا لنا مشاكل، وأخذ القطرات المرطبة للعيون. وأخيرا بحب نوجه رسالة أخيرة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة زي السكري زي الضغط زي أمراض القلب والشرايين، رجاء حار نحكي مع أطبائنا قبل الذهاب إلى الحج للتأكد من أنه من جرعات الأدوية اللي عم ناخدها، أنواع الأدوية اللي عم ناخدها، وأوقات الأدوية اللي عم ناخدها، هل ستبقى كما هي ولا سنضطر نعدلها بما يتناسب مع موضوع الحج. وأيضا نلبس السوارة للي عندهم أمراض مزمنة وبيأخذوا أدوية بيعتمدوا عليها، مكتوب عليها اسم الشخص ونوع الأدوية اللي بيعتمد عليها، عشان إذا لا سمح الله صار في حالات إغماء مشكلات الشخص اللي بيلاقي هذا الشخص يعرف يتعامل معه ويساعده. مع أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية.